انا تفجر على التغطيه ولا الزخم اللي كتعطي للفوتسال قبل كل شيء. اكيد انا حامل اللقب ما كيرضى الا باللقب. صحيح انه حنا في سياسه ديال التشبيب بناء جديده، ولكن الهويه هي الهويه، الهويه هي فوز الالقاب، الدفاع على اللقب عن جيرو ماتش ماتش. اكيد ان في البطوله كاين لقاءات اللي ما ساعدناش سوء الحظ، وكان سوء الحظ هو اللي كاين، ولكن اليوم اثبت الفريق انه لحمه واحده وانه من القدام عن اللعب. ممكن في الموسم الحالي نلعبوا على لقب كاس العرش، الموسم القادم عن نفس البطوله كما هي العاده ديال الفريق في الحصاد. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، كنبغي نشكر قناه الفجر على هذه التغطيه ديالها، اللهم بارك يعني ولك الصغيره الكبيره الصغيره، وكيف ما شاف الجميع كانت مباراه في واحد المستوى كبير، ولعبنا مع فريق كبير تبارك الله اللي متمكن، وعندي دراري عندهم الاكسبيريونس، وحنا الحمد لله عندنا واحد الوليدات اللي تايقين فيهم، وكيف ما تيقول حنا غادي خطوه بخطوه ان شاء الله تقول في الحصاد الكريمه ديالها. وكنبغي نشكر جميع اللعابه على هذا المجهود اللي قاموا به، وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم ايوب، كنشكركم دائما على التغطيه ديالكم في النقل دائما هزه في صاله السي ايوب، كنشكروا الفجر. كما شفتوا المقابله اللي دات اللعابه لعبوا ماتش زعما اش غادي نقول لك، من احسن الماتشات اللي شفنا دازوا في البطوله الوطنيه. شفتوا شحال زقلنا في المباراه، ما بغاتناش كوره تدخل، بيت كان البيت داخل ما خرجتش كره على الشرق، راه انتم راه كاين لايف، كاين النقل ديالو، البيت هو شرعي وما تحسبش لنا، لانه زدنا عاونا نضغطوا على الفريق باش نماركيو باش نفوز على هذه المقابله. كما كتعرفوا الربع النهائي ماشي ساهل، ان الماتش فيه واحد ما فيهش الي روتو، ما بغاتناش كره، هذه هي كره القدم. وتنشكر اللاعبين على هذا الاداء اللي قدموا هذه المباراه هذا، وتنقول ان شاء الله باش يكونوا في الماتش ديال البطوله يكونوا من احسن الماتشات ان شاء الله اللي دوزوهم. تنهني فريق فتح سطات على هذه المقابله على الفوز ديالهم، وتنشكر اللاعبين على الاداء، وزعما كنقول برافو عليكم. كره القدم هي هذه، راكم شفتوا ما بغاتش تماركا لينا عينا من زقلو، كما شفتوا المقابله كنا حنا مسيطرين عليها، ما بغاتناش كما كنقولوا هذه كره القدم. شكرا. فريق الفتح دائما فريق كبير وفريق الالقاب، هادشي ماشي غريب علينا وماشي جديد، ولو كما يقول الفريق كله جديد كله شاب، ولكن هادشي ما كيمنعش من ان الوليدات عندهم تما واحد الطموح باغيين يمشيو نفس الطريق اللي مشاو بها الوليدات ديالنا اللي انتقلوا لفريق شباب المحمديه. فاحنا كنتمناو لهم تما التوفيق، كنتمناو لهم مسار جيد ان شاء الله في البطوله، وعلاش لا في كاس تاهو نتأهلوا للفوز. كان واحد الجمهور الستاتي لانه عارف كل شيء، اللي كيعرف صغيره وكبيره على فريق البت، كان نطلب منه يصبر علينا، حيت دابا راك عارف كما قلت لك دائما الفريق باقي كله جديد، وباقي كله الشاب باقى صغار، ومن العام لعام ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو ويرجع للتتويجات والبطولات ان شاء الله تعالى. الفوز هذا كان هدي لكل محب لفريق الفتح، كان هدي لمدينة سطات من تعود على الفريق ديالو دائما يدير بطولة يدير الكاس، وكنطلبوهم تما يطلبوا من الله يدعوا معنا باش نكونوا في حسن الظن ديالهم ان شاء الله. شكرا. وكنشكر اذاعه الفجر اللي الصراحه قربت للجمهور المغربي لهذه الكره الفتيه، الكره الجميله هي كرة القدم داخل القاعة، يعني ولينا كنشوفوا الفجر إلا وكنشوفوا بأن الأمور اللعبة قربات، اللعبة لأن لعبة كما قلت لعبة زوينة فتية وكنتمتع بها. شكرا لكم.